السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. حنا الآن عند محلات الجرودي للحبوب والأعلاف والإكسسوارات بمدينة الرياض، الموقع على طريق الحائر بجوار سوق الحمام. طبعا حنوريكم المفاجأة اللي موجودة من ضمن الأغراض. طبعا الآن هذه صناديق للطيور، هذه الفقاسات بجميع أنواعها، اكسسوارات للفقاسات، صيانة للفقاسات، هذه اكسسوارات للطيور. طبعا الأهم والمهم اللي هو خلطة ولد الشرقية. خلطة ولد الشرقية متوفرة بجميع أنواعها في محلات الجرودي للحبوب والأعلاف بمدينة الرياض، كل أنواع موجودة. يا مرحبا. طبعا فيه يوجد خدمة توصيل إلى مدينة الرياض، لأحياء مدينة الرياض، وفي خدمة شحن إلى جميع مناطق المملكة. طبعا جميع أنواع الإكسسوارات موجودة، أكل القطط، الحيوانات، السلاحف، الأسماك بأنواعها جميعا، الكلاب الله يكرم الجميع، جميع الأنواع موجودة لدى محلات الجرودي للحبوب والأعلاف. أقفاص الطيور موجودة بالكامل، السقيات والمشارب، مشكلات وحبوب جميع أنواعها موجودة.